بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدنا نكمل حكي عن الامبريولوجي. حكينا بالفيديو الماضي انه اغلب المحاضرات اللي راح تاخذوها في البدايه لغايه الامبلانتيشن هي عباره عن محاضرات ومواضيع اخذتوها قبل هيك في سنوات سابقه، سواء في التوجيهي او قبل هيك. فهي عباره عن شغلات اخذتوها في العربي راح تاخذوها في الانجليزي هلا، راح نضاف عليها شويه معلومات فقط لا اكثر. اوكي، بس نحن بهذا الفيديو راح نركز على المواضيع اللي راح تسمعوا فيها لاول مره. شو هي؟ الفيرست ويك والسكند ويك وشوية كلام عن الثيرد ويك. اوكي، هلا شو يعني فيرست ويك وشو يعني سكند ويك وشو يعني ثيرد ويك؟ هما بالعربي بدايات مراحل تطور الجنين. تمام، اول شيء بدنا نعرف شو يعني امبريولوجي. هاي الفقره بيهمنا منها فقط تعريف الامبريولوجي، وعبارة عن ساينس which is about the development of an embryo. بقية الكلام اللي بالفقرة رح يمر معنا لقدام، اللي هو الموريلا والبلاستولا كله رح نحكي عنه لقدام. تمام، بالفقرة الثانية في عنا تعريف الأوفم. شو يعني أوفم؟ يعني بويضة. أوكي، هي عبارة عن هابلويد فيميل ريبرودكتيف سيل أور جاميت. هلا كلمة هابلويد هي عبارة عن شغلة يمكن سمعتوا فيها قبل هيك، وإن شاء الله تكونوا متذكرينها. أيام التوجيه كنا نسمع بإشي 1N و2N أوكي و23 أحادي المجموعة الكروموسومية وثنائي المجموعة الكروموسومية. تمام، هلا أحادي المجموعة الكروموسومية يعني هابلويد، ثنائي المجموعة الكروموسومية يعني دايبلويد. أوكي، أتوقع صارت واضحة. فنحن كنا نحكي إنه الحيوان المنوي والبويضة هم عبارة عن 23 خلايا فيهم 23 كروموسوم، يعني أحادي المجموعة الكروموسومية يعني 1N يعني هابلويد. أوكي، هاي الصورة بتمثل الأوفم، راح تمر معكم لقدام وتعرفوا شو هم الشغلات المحيطين فيها، تعرفوا شغلات الجواتها وكل شيء عنها. أوكي، هاي صورة بتمثل الرحم اليوترس، بدنا نعرف فيها شوية شغلات شوية معالم. أول شغلة الأوفري، ولما وقبل ما أحكي عنه بدي أذكركم بشغلة اللي هي شغلة المصطلحات. الفيديو الماضي حكينا إنه أحد المشاكل، وإن شاء الله ما بتواجهكم أي مشكلة في أي مادة، ممكن بعض الناس يتغلبوا من المصطلحات شوي. قبل شوي لاحظت إنه حكينا كلمة أوفم وهلأ أوفري، وبعد شوي رح نحكي كلمة جديدة أوفيوليشن. فأنت عشان تكون أمورك تمام في هاي المادة حاول قدر الإمكان تعرف كل مصطلح شو معناه، شو معناه بالضبط. أوفري يعني مبيض، وأوفم يعني بويضة، أوفيوليشن هي عبارة عن عملية خروج البويضة من المبيض. تمام، هذا الأوفري، هاي الفلوبيان تيوب، البويضات بتطلع من هان تمشي بالفلوبيان تيوب وبتنزل في اليوترس. كي بعد شوي رح نحكي شو الاشي اللي بيصير بالفلوبيان تيوب قبل ما تنزل باليوترس. اوكي، بس بدي من هاي الصورة تعرفوا المعالم العامة تبعت الرحم. في عندك اليوترس، في عندك الاوفري، في عندك الفلوبيان تيوب، وراح تاخذوا بالمادة بالتفصيل شو الشغلات اللي بتصير باليوترس، كيف الطبقات تبعت اليوترس الثلاثة شو بصير فيهم. تمام، وراح تاخذوا الدورة الشهرية المنسترال سايكل شو بصير فيها بالتفصيل، والامور كلها راح تاخذوها قبل ما تبلش بالفيرست والسكند ويك. واغلب هاي الشغلات كلها مره معكم، يعني خاصه طلاب التوجيه الاردني كان في فصل كامل الوحده الثانيه بكتاب الاحياء، هذا الفصل كل كلمه مكتوبه فيه راح تاخذوها في الماده تبعتكم هاي، يعني ولا كل شيء اخذتوه في التوجيه راح تبدوا تاخذوه هان. فيعني ان شاء الله راح تكون امور بالنسبه لكم بسيطه باذن الله، وللكل ان شاء الله بتكون بسيطه. تمام، سيرفكس يعني عنق الرحم، والفجانة يعني المهبل. بس هذا الاشي يعني المعالم الاساسية بالنسبة للرحم. اوكي، هلأ بدنا نرجع نتذكر صفحة. اوكي، او بلاش عقدكم، يعني خلاص ننسى كتاب الاحياء، هلأ خلينا في الامبريولو. اوكي، انسوا الاحياء. هلأ ذا موريلا، كلمة موريلا بالعربي يعني التوتة، وهي الكلمة انت سمعتوا فيها قبل هيك اللي كانت بكتاب الاحياء. موريلا consisting of cells called blastomeres. تمام، in a solid ball contained within the zona pellucida. zona pellucida ما تحاول تترجمها، بس اعرف ايش هي zona pellucida. هي عباره عن الاشي المحيط بالموريلا. موريلا يعني التوته، اللي هم عباره عن مجموعه من الخلايا محاطين بالzona pellucida. zona pellucida رح نعرف بعد شوي شو اهميتها وشو هي، بس خلص في عندنا شيء اسمه موريلا عباره عن مجموعه من الخلايا محاطين بالzona pellucida. تمام تمام، is produced by embryonic cleavage the rapid division of the zygote. اوكي، هلا نحن وين بلشنا؟ كان في عندنا بويضه،
كان في عندنا حيوان منوي، تمام، صار في عندنا فيرتلايزيشن، تمام، تكون عندنا الزايجوت. الزايجوت صار له امبريونيك كليفج، انقسامات سريعة، اوكي، رابط ديفيجن، تكون عندنا الموريلا، تمام. هلا الموريلا محاطة بالزنة باللوسيدا، اتوقع هذول السطرين هيك تمام امورهم. هلا وانز ذا زايجوت هاز ديفايد انتو 32 سيلز، مش مهم عدد الخلايا، ممكن دكاترة يحكوا لكم 16، ممكن يحكوا لكم 32، بس خلص. اوكي، ات بيجينز تو ريسمبل امبولاري، هنس ذا نيم موريلا. اوكي، فلما يصير عدد 32 خليه بنصير نسميها موريلا. اوكي، within a few days after fertilization cells in outer on the outer part of the morula become bound tightly together within the formation of desmosomes and gap junction. desmosomes و gap junctions ما بعرف اذا سمعتوا فيهم قبل هيك، بس راح تسمعوا فيهم بالهستولوجي وتاخذوهم بالتفصيل. desmosomes وال gap junctions يعني هم عبارة عن الكونكشن او القنوات اللي بتربط بين الخلايا، عشان الخلايا يصير في بيناتها تواصل. اوكي، الفايبر تبع الخلايا اعتبره. becoming nearly indistinguishable، غير قابل للتمييز، وهي العملية بنسميها complication. اوكي، يعني عملية الانضغاط اعتبروها. اوكي، and the cells of the morula then secrete a viscous liquid causing a central cavity to be formed forming a hollow ball of cells. طبعا في ناس هلا بلشت تتذكر كتاب الاحياء والصفحه اللي كانت موجوده وكان مليان كلام والكل حفظها بصم، تمام، وكان فيها حكي عن التوته، والتوته بعدين بتصير عباره عن بلاستوس بلاستولا، اوكي، او بلاستوسيست بيسموها بالانجليزي، تمام. فكل يعني الفكره من هذول الفقرتين بدك تعرف انه في عندك موريولا محاطه بالزنه باللوسيدا. طب الموريولا من وين اجت؟ اجت من الزايجوت. هلا الموريولا راح تتطور، تمام، وتعطينا بلاستوسيت. طب شو مراحل تطورها؟ اول شيء الخلايا راح تنضغط، راح تقرب على بعضها بشكل كتير كبير، المساحه راح تضل نفس ما هي المساحه، بس عدد الخلايا في هذه المساحه راح يزداد. اوكي، فراح يصير في عندنا هذا الشيء، تمام، انضغاط في الموريلا، راح يصير بلاستوسيست. هلا البلاستوسيت نفسها راح تنقسم، تمام. بقيه الكلام اللي ضل في هاي الفقره راح نحكي عنه لقدام شوي. اوكي، هلا راح نحكي عن البلاستوسيت. البلاستوسيت is a structure formed in early development of vertebrates. vertebrates هم عباره عن الفقاريات. بريسيد باي ذا موريلا، يعني الموريلا تتطور بصير البلاستوسيت. وحكينا الكيفيه، شو الكيفيه؟ الخلايا بتنضغط في مساحة محصورة، المساحة بتضل نفس ما هي بس الخلايا بزداد عددها في هذه المساحة، وبعدين بتتحول لبلاستوسيت عن طريق إفراز ديسكس وبصير عندك هالو بول، تمام؟ وهي هي الصورة بتمثل البلاستوسيت. أوكي؟ طب البلاستوسيت شو فيها؟ البلاستوسيت تحتوي على شغلتين، إنر سيل ماس، أيها الإنر سيل ماس، أوكي؟ أور إمبريوبلاست which subsequently forms the embryo and an outer layer of cells or trophoblast. تمام، ركزوا، الموضوع جدا بسيط. انا كان عندي حيوان منوي بويضه، صار fertilization، صار في عندي زايجوت، الزايجوت صار له انقسامات كثيره، اعطاني الموريولا، الموريولا الخلايا انضغطت، تمام، اعطتني البلاستوسيت. اوكي، البلاستوسيت تتكون من ايش؟ بتتكون، تتكون من شغلتين، inner cell mass راح تتطور وتعطيني الامبريو كله، والتروفوبلاست راح تعطيني البلاسنتا المشيمة، تمام. فالتروفوبلاست هي عبارة عن وسيلة اتصال الجنين مع الأم، والinner cell mass أو الامبريوبلاست هي عبارة عن الجنين نفسه، تمام الأمور. اوكي، the trophoblast surrounds the inner cell mass and a fluid filled the blastocyst cavity known as blastocoel or the blastocyst cavity. اوكي، عن شويه معلومات انه الهيومن بلاستوسيت تتكون من 70 الى 100 سيل بس، وبالافرج تبعهم 60 سيل. اوكي، تتذكروا حكينا انه الموريلا بتكون محاطه بالزنه باللوسيدا. طب شو فئه الزنه باللوسيدا؟ بريفنت ادهيجن. الادهيجن وين بالضبط؟ رح نشوف لقدام شوي. ونون ستريتشبل، غير قابلة للشد، تمام الأمور. هلا راح نشوف صورة توضح كل الكلام اللي حكيته قبل شوي بشكل بسيط. هاي الصورة جدا جدا حلوة، يعني أحلى من هيك ما في. عندنا الأوفري، هذا المبيض، صار في عندنا إيش اسمه أوفيوليشن، اللي هي عبارة عن عملية الإباضة.
طيب خليني انوه لشغله، حكينا انه راح تدرسوا الدوره الشهريه، طب ليش لازم ندرس الدوره الشهريه؟ انا يعني شو بهمني اعرف عن الدوره الشهريه، عفوا يعني الاشي اللي بهمك تعرف عن الدوره الشهريه انه متى راح يصير الاوفيوليشن، تمام، وش الهرمونات اللي بتاثر في الدوره الشهريه. تذكروا هاي الشغله، نصيحه لله، الدوره الشهريه الدكاتره راح يحكوا عنها كثير كثير، بس ركز على الهرمونات، تمام، وركز عن متى بتصير الاباضه، تمام، يعني معلومات بسيطه كثير يعني، بس انه الدكاتره بيحكوا كثير، تمام. هلا هاي الاوفر المبيض صار عندنا اوفيوليشن، طلعت البويضه اسمها اوسايت، اوكي. داي زيرو شو صار عندنا؟ فيرتلايزيشن، الاخصاب، وهي الزايجوت، اوكي. راح يصير بلش عندنا كليفج، انقسامات، هي الداي 1 داي 2 انقسامات، داي 3 داي 4 انقسامات، بل صارت عندنا الموريولا داي 4، الداي 5 تكونت البلاستوست، اوكي. بالداي 5 تكونت البلاستوست، تتذكر الزنه باللوسيدا؟ هيها الزنة باللوسيدا، تمام، هيها وهيها وهيها، مش حكينا وظيفتها بريفنت اديشن، اوكي. وتتذكروا انه حكينا الموريولا بيزداد عدد الخلايا بس المساحه ما بتزداد، وهذا الاشي من وظيفه الزنة باللوسيدا. فالزنة باللوسيدا عباره عن اشي بيكون محيط بالموريولا بمنعها من الادهيجن، الالتصاق في بالفلوبيان تيوب. طبعا ضروري كتير تتذكر انه الفيرتلايزيشن وين بيحدث؟ بالفلوبيان تيوب، وهو الحدث الاول، يعني داي زيرو فيرتلايزيشن، صار الاخصاب، بعدين كل الامور بتبلش، تمام. فحتى نلخص الامور بشكل جدا بسيط، طلعت البويضه، اجى الحيوان المنوي، تمام، صار عندي فيرتلايزيشن داي زيرو، بعدين اول يوم يومين انقسامات، اليوم الرابع الموريولا، باليوم الخامس البلاستوست، اوكي. اليوم السادس، اليوم السابع، اليوم الخامس، بهالحدود الزونة باللوسيدا بتروح تختفي. طب ليش بدها تختفي؟ سبب اختفاء الزونة باللوسيدا اللي هو عشان نتخلص من وظيفتها. هلا الزونة باللوسيدا ادت وظيفتها، شو كانت وظيفتها؟ ادهيجن، ادت وظيفتها، عفوا، كانت وظيفتها انها تمنع الادهيجن، فادت وظيفتها في هذا المكان. هلا خلص البلاستوسيت وصلت لهذا المكان، وصلت الى بر الامان، تمام. فهلا انا بدي البلاستوسيت تعمل ادهيجن لليوتراس، تمام، عشان يصير عندي امبلانتيشن ويبلش الانزراع ويبلش الجنين يمه. فالزنة باللوسيدا ادت وظيفتها وخلص راحت، اوكي. وهي بالدي 9 تقريبا الامبلانتيشن بصير، ايو امبلانتيشن اوف ذا بلاستوسيست، اوكي. نراجع بشكل سريع، حيوان منوي، بويضة، صار في عندي فيرتلايزيشن باليوم الأول، زايجوت، انقسامات انقسامات انقسامات، موريولا، طارت الزنة باللوسيدا، امبلانتيشن باليوم التاسع، بس هاي كل القصة، أوكي. هلا بعد ما صار هذا الانزراع الامبلانتيشن، راح يصير في عندنا شوية تطورات، أوكي. حكينا إنه البلاستوسيت تتكون من قسمين، إنر سيل ماس وتروفوبلاست. هلا كل واحدة منهم راح تنقسم الى طبقتين، اول اشي راح نحكي عن التروفوبلاست ولا شو راح تنقسم، وبعدين راح نحكي عن الانر سيل ماس ولا شو راح تنقسم. وما تنسوا ان التروفوبلاست وظيفتها تكوين المشيمة في المستقبل، بينما الانر سيل ماس وظيفتها تكوين الجنين في المستقبل. التروفوبلاست راح تتكون، راح تعطيني تو لايرز، اللاير الاولى بسموها سايتوتروفوبلاست، واللاير الثاني بسموها سينسيتوتروفوبلاست. يمكن تضلك اسبوعين لحد ما ترفض الكلمه صح، الحمد لله يعني لفظناها صح، سينسيتوتروفوبلاست، اوكي. فهي الصوره بتوضحهم، هاي السايتوتروفوبلاست موجود هان، هاي الطبقه اللي فوق اللون الازرق، اوكي، اتوقع الماوس واضح، وهي الطبقه الثانيه سينسيتوتروفوبلاست اللون الاخضر. والدكتور اللي درسنا الماده كان جدا رائع، كان يحكي لنا عشان الامور تصير جدا بسيطه. هلا كان يحكي لنا، طيب فكر معي بشكل بسيط، التروفوبلاست ايش راح تعمل؟ راح تعمل المشيمه. طيب هلا التروفوبلاست بدها تعمل المشيمه، المشيمه بدها دم، ليش بدها دم؟ عشان الجنين يتغذى، تمام. فالتروفوبلاست تخيلها زي كانها فامباير، اوكي، مصاص دماء. عن طريق ايش راح تمتص الدماء؟ عن طريق السنسيتيو تروفوبلاست. فالسنسيتيو تروفوبلاست شو وظيفته؟ البحث عن الشرايين الدمويه في اليوترس، اوكي. فلاحظ انه هذا الاخضر كلياته بعد شوي راح نشوف انه راح يدخل لجوه وراح يعمل، راح ياكل الشرايين اكل،
تمام عشان الدم يوصل للجنين. بس هي كل الفكرة تبع التروفوبلاست. فأنا في عندي بلاستوسيست تتكون من قسمين، التروفوبلاست وإنر سيل ماس. التروفوبلاست أعطتني شغلتين، طبقتين، تمام، إنر سيت تروفوبلاست والأوتر سنسيت تروفوبلاست، أوكي. وراح تاخذوا الفرق بيناتهم بالتفصيل. اهم فرق بين هذول الطبقتين انه السيتوتروفوبلاست سيلولر، لاحظ حتى من الصوره انها مقسمه لخلايا، بينما السنسيتوتروفوبلاست از نون سيلولر، اوكي، ما في يعني ما في اقسام بين الخلايا، اوكي. هلا بدنا ننتقل للطبقه الثانيه الانر سيل ماس، اوكي. سيلز اوف ذا انر سيل ماس اوف امبريوبلاست اولسو ديفرنشيت انتو تو لايرز. اول لاير layer of small cuboidal cells adjacent to the plastocyst cavity known as hypoplast layer. هيا شايفين هالhypoplast layer لونها أصفر، أوكي. والطبقة الثانية epiplast layer، تمام. أهم إشي إنك تكون عارف المصطلحات، يعني هذا الإشي أكتر شيء ممكن يغلبكم هو المصطلحات، إنه أنا قاعد بسمع مصطلحات ويا أخي مش قادر أستوعب، بس خلص الموضوع بسيط 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 بسيط. كل اللي عليك تعمله إنك تضلك تشوف صور وتحاول قدر الامكان تكرر وتربط الامور مع بعضها. انا كان عندي بلاستوسيست مكونه من تروفو، التروفو اعطاني تو لايرز، اوكي، سنسيتو تروفو بلاست وسيتو تروفو بلاست، تمام. سنسيتو شو وظيفته؟ البحث عن الشرايين الدمويه عشان يجيب دم، اوكي. وفي عندي الانر سيل ماست او الامبريو بلاست راح تعطيني تو لايرز، الهايبو بلاست لاير والايبي بلاست لاير. هاي الايبي بلاست لونها ازرق وهاي الهايبو بلاست. إبي يعني آلة، فبكل بساطة خلص يعني اتذكر إنه إبي بلاست وهايبو بلاست، أوكي. ننتقل للصورة اللي بعديها. هلأ together the layer from a flat disk. طبعا هان بتكون عن شيء، بتكون عنا إشي اسمه flat disk، أوكي، يعني ديسك مسطح. وبعد شوي راح نشوف إشي اسمه germ disk، أوكي. فيعني ميز بين المصطلحين، هان في عندك flat disk، أوكي، بعد شوي راح تشوف الجيرم ديسك. At the same time a small cavity appears within the epiplast. The cavity enlarges to become the amniotic cavity. الامنيوتيك كافيتي هو عبارة عن السائل اللي بيكون الجنين غاطس فيه، اوكي، بيكون الجنين موجود جواته. هذا السائل له وظيفة اساسية اللي هي حماية الجنين، اوكي، من الصدمات بشكل اساسي. وظيفة تانية بيحتوي على الغذاء بالنسبة للجنين، وراح تأخذوا عن هذا السائل بالتفصيل، أوكي. أوكي، small cavity appears the cavity enlarges become amniotic cavity. هاي الامنيوتيك كافيتي أتوقع، هي مش مبينة بالصورة، هاي الامنيوتيك كافيتي، أوكي. هاي الامنيوتيك كافيتي راح تحيط بالجنين كله، هاي راح نشوف بعد شوي صورة توضحها بشكل أكثر. epiplast cells adjacent to the cytotrophoblast are called amnioplast. اوكي، وين هدول الامنيوبلاست؟ الابيبلاست سيل هدول الادجسنت للسيتوتروفوبلاست، اوكي، هدول السيتوتروفوبلاست، تمام، وهدول خلايا الابيبلاست المجاورين لخلايا السيتوتروفوبلاست بنسميهم امنيوبلاست، تمام. فالمصطلحات عارف انها صارت كثيره، وعارف انه المواضيع كلها دخلت في بعضها وخلص، يعني الواحد صار بده ينفجر. لا، الموضوع بسيط. كان عندنا بلاستوسيست، البلاستوسيست تتكون من التروفوبلاست، التروفوبلاست اعطانا تو لايرز، سيتوتروفوبلاست، تمام، وسنسيتوتروفوبلاست. هلا الطبقه الثانيه، اوكي، المكون الاخر للبلاستوسيت اسمه امبريوبلاست او انر سيل ماس، اعطانا تو لايرز، اعطانا الهايبو، اوكي، بلاست او الايبي بلاست، هاي الهايبو وهذا الايبي، اوكي. هلا خلايا الايبي الموجودين هان، تمام، القريبين من السيتوتروفوبلاست بنسميهم امنيوبلاست، بس هيك خلاص مجرد اسماء. Together with the rest of the epiplast they line the amniotic cavity. اوكي، يعني شو الاشي اللي بحيط بالامنيوتيك كافيتي؟ الامنيوبلاست وبقيه خلايا الابيبلاست، يعني بالعربي كل خلايا الابيبلاست، بس هم حبوا يعطوا اسم لهدول الخلايا سموهم امنيوبلاست. اوكي، هلا ملخص الكلام اللي حكيناه. انا حبيت اجمع النقاط عشان تكون الأمور أبسط أوضح. متذكرين الصورة اللي كانت قبل شوي؟ جدا مهمة ما تنسوها. هلأ عشان تكون الأمور جدا واضحة، أهم إشي لازم تكون حافظة إنه كل يوم شو بحدث فيه، لأنه غالبا الأسئلة اللي بتجيك بحكي لك مثلا day 5 الشغلات اللي بتحدث فيه، وبكون جايب لك واحدة منهم غلط،
اوكي، فانت بدك تشوف الشغله اللي ما حست بهذا اليوم وتختارها، تمام؟ يعني هذا احد الامثله على الاسئله. اليوم الاول حكينا ببلش بالفيرتلايزيشن. وين بيحدث الفيرتلايزيشن؟ مش ضروري يكون في الامبولا، يعني غالبا يا بالامبولا يا بالفلوبيان تيوب، تمام. اليوم الثاني والثالث بيكون انقسامات، بين الثالث والرابع بتتكون الموريولا، بعدين البلاستوسيست، اوكي، بين الرابع والخامس. ترى راح يحكوا لكم الدكاتره انه هي الايام مش ضروري يعني بالدقه، يعني خلص داي 5 لازم هيك بحكي لك الدكتور يعني تقريبا هيك كذا، بس انه على الاغلب في هاي في هذا الوقت. حكينا انه الانر سيل ماس اور امبريوبلاست شو هم؟ جروب اوف سيلز ذات بول توارد ذا يوترين لايننج، تمام. والتروفوبلاست هم اللي بيكونوا محيطين، اوكي. وهي حكينا انهم بنقسموا لثلاثة تروفوبلاست وسيتو تروفوبلاست. والبلاستوسيست حكينا بلاستوسيست كافيتي هي عبارة عن الهولو سبيس وذين تروفوبلاست، اوكي. وداي 6 شو بتتكون عندنا؟ البلاستوسيست هاز امبلانتد، الامبلانتيشن ببلش باليوم السادس وبينتهي باليوم التاسع، تمام. الامبلانتيشن متى ببلش؟ بالسادس وبينتهي بالتاسع، اوكي. اندوميتريال سيرفيس، اندوميتريال اللي هي اسم الطبقه تبعت الرحم، اوكي. سوبرفيشال امبلانتيشن، فباليوم السادس ببلش الانزراء سوبرفيشال بيكون، اوكي. والتروفوبلاست سيل اللي هم راح يكونوا المشيمه ببلشوا يعملوا بنتريشن، تمام. فالبلاستوسيست بايش بتعمل بنتريشن؟ بالتروفوبلاست. طيب متى؟ باليوم السادس. وين؟ بالاندوميتريال سيرفيس. اليوم الثامن البلاستوسيست بتكون غالبا خلص انزرعت الا شويه صغيره، تمام. وامنيوتيك كافيتي فورمز ان ذا ايبي بلاست، اوكي. والانر سيل ماس، الانر سيل ماس بتكون صار لها ديفرنشيشن، اعطتنا الايبي بلاست والهايبو بلاست. فاليوم الثامن مهم، واليوم الثامن هو جزء من الاسبوع الثاني، تذكروا هاي الشغله، ما بدي تنساها، اوكي. اليوم الثامن بدايه من الاسبوع الثاني، بعد شوي راح احكي ليش، تمام. لانه الاسبوع الثاني اسبوع كتير حلو، اوكي. ايبي بلاست وهايبو بلاست، تمام. والتروفو بلاست ديفرنشيات سنسيتيو وسايتو، مالتي نيوكلييتد، اوكي، ومون نيوكلييتد. هاي الفرق بيناتهم الاساسي، تمام. ويعني بحكي لك شو في معلومات عنهم، راح تاخذوا معلومات عنهم اكثر بالتفصيل، بس يعني هاي النقاط الاساسيه حبيت اجمعهم بشكل بسيط، اوكي. دي 9 البلاستوسيست اولموست انتايرلي امبيدد، فحكينا انه البلانتيشن متى ببلش؟ ببلش باليوم السادس. متى بنتهي؟ بنتهي باليوم التاسع، اوكي. باليوم التاسع عشان الامبلانتيشن انتهى بتكون عندنا كلوزنج بلاج اور فايبرين كوجيلام، اوكي. والتروفوبلاستيك لاكون ابير، والنارج بلاد فيسلز خلص يعني خلايا الدم بتبلش تبين بوضوح، والجنين راح يبلش يوكل، اوكي. مش يعني راح يوكل، راح يصير يجي دم، اوكي. البلاستوسيست كافيتي از ناو كولد بريماتيف يولك ساك وريكزو سيليوميك كافيتي. فنحن حكينا انه ركزوا بالكلمات، يعني عندك يعني كلمات كثيره ومصطلحات كثيره وكل شيء له اسمين كذا، فحاول قدر الامكان انك تقدر تحفظ الكلمات، اوكي. يوم ال 12 البريماتيف يولك ساك از ناو نون از ذا اكزيليوميك كافيتي، الاندوديرم سيلز لاين ذا انسايد اوف ذا بريماتيف يولك ساك. يعني تفاصيل يعني ما راح اقدر اوضحها بالفيديو هذا، لانه يعني شغلات يعني قمة في التفاصيل، بس انه خلص اليوم 12 اهم شيء بحدث فيه اليوتيرو بلاسنتال سيركيوليشن، خلص تمام. يعني تفاصيل كثيرة مش حلو نوضحها لسه، يعني ما بلش تخطو في المادة، بس ان شاء الله راح تخطوها بالتفصيل، وباذن الله هاي الاستعدادات بتكون موجودة معكم، اوكي. دي 13 الهايبوبلاست بروديوس اديشنال سيلز ذات مايجريت الونج ذا انسايد، رح نحكي عنها بعد شوي، اوكي. واليوم 14 الجاستروليشن اللي هو تقريبا نهاية الأسبوع الثاني بداية الأسبوع الثالث بيصير عندنا إشي اسمه gastrulation، أوكي. فأنتوا نحنا مع هذا السلايد بنكون خلصنا مادة الميد، أوكي. فيوم 14 خلاص اعرف إنه هو يوم الgastrulation، يوم تكون الجيرم لايرز. جيرم لايرز هم عبارة عن ثلاثة طبقات رح نشوفهم بعد شوي ونعرف شو المهم فيهم، تمام. رح نشوف شوية صور بشكل سريع، بس قبل الصور قلت لكم قبل شوي انه اليوم الثامن هو عبارة عن احد ايام الاسبوع الثاني، وحكيت انه الاسبوع الثاني اسبوع كتير حلو. ليش حلو؟ The second week of development is known as the week of two. كيف يعني طيب؟ كل اشي في هذا الاسبوع تنين 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 تنين، اوكي؟ تروفوبلاست differentiate into two layers، والامبريوبلاست بلاتينا two layers،
والاكسترا امبريونيك ميزوديرم سبليت انتو تو لايرز، رح تعرفوا شو هي بالضبط، تمام، وتو كافيتيز فورم الامنيوتيك واليولكساي كافيتيز. اوكي، حكيت قبل شوي انه الاكسترا امبريونيك ميزوديرم رح تعطينا تو لايرز، اوكي، اكسترا امبريونيك سبلانش واكسترا امبريونيك سوماتو، اوكي، عشان تكون الامور واضحه، بس يعني لما تاخذ المحاضرات بالتفصيل رح تعرفوا شو هم، بس خلص يعني ما دام ذكرتهم هيني حكيت شو هم بالضبط. هاي الصوره بتوضح يوم 11 و12، اوكي، هاي الصوره رح تدور معكم كثير، وهي يوم 13 مثلا، تمام. وهيك بنكون خلصنا الاسبوع الثاني، يعني تقريبا خلصنا ماده الميد، اوكي. هلا بدنا نبلش نحكي عن الشغلات اللي رح تمر معكم ماده الفاينل، تمام. ماده الفاينل رح تكون عن الثيرد ويك، اوكي، وراح تكون عن شغلات عن البلاسنتا وعن الامبلايكال كورد، اوكي. في البدايه رح نحكي عن بدايات الثيرد ويك. هلا هاي الصوره عباره عن ايش؟ عندك الرحم، وهاي الاشي اللي كان بلاستوسيست بتطور وهو معلق في الرحم، تمام. فنحن جينا اخذنا مقطع ارضي، اوكي، وهذا الاشي الازرق هو ايش؟ هو الايبي بلاست، وتحتيه الاصفر الهايبو بلاست، تمام. راح نشوف صوره ثانيه، اوكي. في عندك بهاي الصوره الاشي اللي لازم نوضحه الكلوكال ميمبرين، اوكي. خلينا نحكي انه الكلوكال ميمبرين هو بدايه الاشي اللي بالمستقبل راح يعطيك فتحه الشرج، اوكي. الاورو فالنجيال ميمبرين الاشي اللي راح يتطور بالمستقبل ويعطيك الفم، تمام. فلاحظ انه انت بماده الامبريولوجي كل اشي بس بدك تعرف انه هذا الاشي شو راح يعطيني بالمستقبل. الاورو فالنجيال حكينا شو بيعطوا خلاص، تمام. ايش في ضل كمان في هاي الصوره؟ شغلات مهمه. في عندك البريماتيف نود، تمام، راح تاخذ انها راح تتطور لعده شغلات، تيوب وهالامور هاي، راح تعرف شو اهميتها، اوكي. وبريماتيف ستريك يعني يمكن معناها اخدود، اوكي. هلا الخلايا تبعت الايبي بلاست، اوكي، هان بدنا شويه تركيز. الثيرد ويك الايبي بلاست هو اللاعب الاساسي فيه، تمام، لاعب محترف جدا، اوكي. الايبي بلاست ليش هو اللاعب الاساسي؟ ليش هو اللي بيلعب الدور الاساسي في هذا الاسبوع؟ لسبب بسيط. خلايا الايبي بلاست عندها قابليه للانقسام وقابليه للهجره، بروفيليشن اند مايجريشن، تمام. فانا بحاول ابسط الامور قدر الامكان. هسه نحن ما قادرين نحكي، قادرين نحكي في الاسبوع الثالث. في عندي خلاص يعني عشان الامور تصير ابسط، حكينا ان التروفوبلاست راح يتحول للمشيمة، وخلاص يعني التروفوبلاست دخلت جوا الاوعيه الدمويه وعم بتبلش تجيب دم، يعني خلاص هي شغاله وامورها ماشيه تمام، يعني خلاص 10 على 10. هلا الجزء الاخر من الجنين اللي كان في البدايه الانر سيل ماس اتطورت واعطتنا الهايبو بلاست والايبي بلاست. هلا هذا الجزء بده يبلش يشتغل. طب هو شو شغله اصلا؟ هو الاشي اللي بده يكون الجنين. هلا البدايات تكون الجنين راح تكون من عند الايبي بلاست، تمام، هو اللاعب الاساسي، اوكي. كيف راح يلعب دوره؟ ليش راح يلعب دوره؟ لانه عنده خاصيتين، عنده خاصيه المايجريشن وخاصيه البروفيليشن. طيب فهمني ايش يعني، ايش حيستفيد من هذول الخاصيتين؟ اوكي، حيستفيد من انه الخلايا تذكر البريماتيف ستريك، اوكي، ما اتوقع تكون موجوده بالصوره اللي بعديها، هي موجوده الحمد لله، هي البريماتيف ستريك، تمام، وهي خلايا الايبي بلاست. هلا خلايا الايبي بلاست راح تهاجر من المنطقه العلويه هيهم، تمام، وتنزل تحل محل الهايبو بلاست وتحل محل الفراغ، تمام، راح تكون لنا الجيرم لايرز، اوكي. والجيرم لايرز هم راح يكونوا كل شيء في جسم الانسان، اوكي. فراح اعيد الامور بشكل بسيط. نحن هلا عم نحكي في الاسبوع الثالث، تمام، الوضع تبع الجنين، اموره بالنسبه للتكون المشيمه التروفوبلاست شغاله امورها تمام، بس نسيت التروفوبلاست عم بدور على الشرايين تبعت الدم، وهي عم بجيب الدم، والجنين بلش يوصله دم وعم بتغذى. هلا الجنين ما دام بلش يوصل دم خلص، اذا رح يبلش شغله، الخلايا رح تنقسم، اوكي. هلا بدايات تكون الجنين، اللاعب الاساسي عندنا الايبي بلاست. الايبي بلاست عندها قابليه للانقسام وقابليه للهجره، فرح ترحل من المكان الموجوده فيه عن طريق البريماتيف ستريك، ورح تنزل للاسفل تحل محل الهايبو بلاست، تمام، ورح تحل محل الفراغ الموجود هان،
اوكي، وراح تعطينا الجيرم لايرز، تمام؟ هاي موجودين، عارف انه هاي الصوره معجوقه بشكل مش طبيعي، بس حبيت انه خلص يعني احط كل شيء في هاي الصوره عشان الموضوع يكون قدر الامكان بسيط، ويعني مو كثير معجوق بس خلص. اوكي، هلا نحن تكونت عندنا الثري لايرز. طب اللايرز الثلاثه هذول ايش هم؟ الطبقه الاولى اسمها اندوديرم، والطبقه اللي بالنص اسمها ميزوديرم هيها، والطبقه اللي فوق اسمها اكتوديرم. انسى الهايبوبلاست والايبوبلاست، خلص انتهى شغلهم. الايبوبلاست اعطى وظيفته، اوكي، لعب الدور تبعه وخلص، كون لنا الثلاث طبقات، الميزوديرم والاكتوديرم والاندوديرم، تمام. هلا راح تدرسوا بالتفصيل كل طبقه من هذول الطبقات شو راح تعطي، وراح تدرسوا بالتفصيل شو بصير عندك في هالصور هي. انا بس حبيت احطهم عشان تكونوا يعني فاميليير لهم، يعني يكونوا معروفين لكم، مش شايفينهم قبل هيك، ما تنصدموش اول ما تشوفوهم، بس عادي يعني. هدول الصور عباره عن مقاطع عرضيه في الجنين، اوكي. تخيل انت عندك إيه، رح نشوف الصوره اللي قدام شوي، او احاول قدر الامكان اوضح فيها هدول المقاطع كيف جبناهم، اوكي، او كيف يعني صمموهم وكيف عملوهم. في عندنا اخر شيء راح احكي في هاي الصور، في عندنا شيء اسمه نوتوكورد، اوكي. النوتوكورد راح احكي لكم الدكاتره شو حتكون، بس انا حبيت احكي عنها كمثال، تمام، كمثال بسيط جدا. يعني ابسط مثال ممكن نحكيه بخصوص انه يعني كيف حندرس او شو حناخذ بالضبط. النوتوكورد هي عباره عن شيء موجود في هاي المنطقه وهي موجوده في هاي المنطقه، راح يتطور ويعطينا هذا الشيء. طبعا هاي عباره عن احدى الفقرات، تمام. هاي الفقره هذا الشيء اسمه انتر فيرتبرال ديسك، اوكي. الانتر فيرتبرال ديسك بالنص في شيء اسمه النيوكليوس بالبوسس، ان شاء الله اكون لفظتها صح، نيوكليوس بالبوسس، اوكي. فالنوتوكورد بكل بساطه راح تعطينا هذا الشيء، تمام. شايف هذا المثال البسيط، انت او انتو كلكم جميعا باذن الله لما تاخذ هاي المحاضرات راح تاخذ طبقه الاندوديرم وشو بتعطيك، وطبقه الميزوديرم وشو بتعطيك، والامنيوتيك عفوا الاكتوديرم وشو بتعطيك. فالموضوع بسيط، كل عليك تعمله انك اذا امورك تمام وخلص وكل شيء فاهم لغايه هاي النقطه وخلص عرفت كل شيء كيف اجى، خلص بضل عليك انك بس تصير تحفظ وتربط الامور مع بعضها، اوكي. وراح يفهموكم الدكاتره انه ليش مثلا الميزوديرم اعطتنا هاي الاشي، وليش الاندوديرم اعطتنا هذاك الاشي. فيعني الحمد لله، يعني صحيح انه كلها مصطلحات وكلمات بس يعني ممكن تفهمها، اوكي. هلا اخر صوره هاي بتوضح الجنين، تمام. بس انا بدي اياك تتخيل، تلاحظ هذا الشكل كيف جاي منحني، تمام، ولاحظ هذا الشكل، اوكي. اتوقع في ناس يمكن عرفت كيف هاي المقاطع اجت، تمام. فنحن اخذنا مقاطع عرضيه في الجنين، تمام، والعلماء لاحظوا يعني من خلال دراسات، اوكي، انه هاي هي مراحل تطور الجنين، خلايا وبتكون في البدايه، وبعدين بصير في عندك يعني اليولك ساك بيطلع لبرا. طبعا اليولك ساك الموجود هان هو عباره عن كيس، اوكي، يعمل على تغذيه الجنين في الفترات البدايه، تمام. بس هاي المعلومه الوحيده اللي تعرفها عنه. والامبلايكال كورد اللي هو الحبل السري، اوكي. والامنيون حكينا، الامنيون هو عباره عن السائل اللي بيكون الجنين يعني موجود فيه، تمام. هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو. بإذن الله عز وجل بتمنى لكم كل التوفيق بهاي المادة، مادة الأناتومي، وإن شاء الله مادة الفسيولوجي كمان، وبكل حياتكم بإذن الله عز وجل. ويعطيكم ألف عافية.